ان كل واحد ياخد حقه. ده قرار لازم ان كل واحد ياخد حقه، مش ناس تستفيد من اسئله طلعت وناس ثانيه، لا ده قرار مهم جدا. الحاجه الاهم النهارده احلنا المتسبب الى النائب السيد المستشار النائب العام. ده تم التحويل اليوم مع سياده المحافظ المدير المحافظ، تم التحويل لهذا الكلام. في عده قرارات لازم تتاخد. طبعا احنا ورقه التسجيله دي لما بتتصور بالموبايل بتخلص وش وظهر في تكه واحده. فاحنا من العام القادم امتحانات الاعداديه هتبقى بنظام البوكلت. ايه بقى فكره البوكلت؟ كراسه كل فيها عدد من الاوراق، الناس عارفين بتوعي كويس قوي هذا الكلام، بحيث يعني طبعا ما تتصورش دفعه واحده، استحاله. اللي يسيب واحد بقى يصور الكراسه دي حكايه. الحاجه الثانيه ودي الاهم، يحظر حظرا تاما دخول الموبايلات والاجهزه الالكترونيه لكل من في اللجنه. وده كان موجود بس احنا بناكد عليه مره ثانيه، يعني الملاحظ داخل يسلم موبايله قبل ما يدخل، قبل ما يروح عنده. وكل الاجراءات وكل الناس اللي انتوا لو شفتوا احنا عندنا، بلاش اوريها لكم يعني، احنا عاملين لكل مديريه كشف بكل اجراءات الامتحان والتجاوزات اللي تمت. الدقهليه نصيبها ورقتين. فاحنا يعني دي الحاجه الثانيه والاهم. العمال استاذ ناصر عموما، انا بتكلم دلوقتي على الثانويه العامه او الاعداديه، لان في عدد من المحافظات الاعداديه بدأ لسه عندها على بعض يا جماعه. العمال ما فيش عمال من نفس من نفس المدرسه. ماشي، تدوير العمال. المشكله بتيجي ان انا بفتش الطلبه بتوعي وبعد كده لما بيدخل جوه، ها ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اللي بيحصل. ماشي، يبقى ما يعني اقول ما فيش اجهزه الكترونيه ولا ساعه الكترونيه ولا موبايل ولا اي حاجه خالص. يحظر حظرا تاما وجودها. وجود الموبايل مع الطالب ومغلق جريمه. يعني يجي يقول لك ما فتحتوش، ما تفتحش، لا، ما هو اصلا ممنوع تدخل بيه. ده الحقيقه الحرم بتاع اللجنه، لازم لكل لجنه حرم. يعني ايه حرم؟ يعني مساحه ما حدش يقرب منها علشان ما حدش يضغط على حد ولا حد يبقى موجود. فلا بد ان احنا يبقى عندنا لكل ايه لجنه امتحانيه حرم، ما حدش يقرب منه في هذا الكلام. الحاجه الثانيه والاهم، تفتيش الطلاب اثناء الدخول وبعد الدخول قبل استلام الورقه ما تم. ده جرأة من الدولة المصرية في اتخاذ قرارات، ما احنا مش هنسكت خالص. احنا هدفنا الأكبر هو العدالة وتكافؤ الفرص بين كل الطلاب. بس عايز أقول لكم برضو، الناس لازم تعرف إن الثانوية العامة أمر مختلف. الثانوية العامة أمر إيه؟ هناك وزارات بتتولى هذا الموضوع بنفسها. الحاجة اللي أهم بقى عندي، لما أعمل بوكلت أضع كل 20 في ظرف، في كيس. يتفتح فين بقى الكيس ده بقى؟ داخل اللجنة الساعة 9. التداول اللي بيحصل ان المركز توزيع الاسئلة بيودي الورق اللجنة قبلها بايه؟ قولوا بقى ساعة. طبعا في اختلاف بينكم. ساعة. الساعة دي بقى كفيلة يا معالي الوزير يعمل فيها كل حاجة. ما هو رئيس لجنه اللي طلع. عليك فتح وقت اللجنه معالي الوزير امر انه يتم توزيع الامتحانات على عدد الطلبه اللي موجودين في كل لجنه، بحيث الظرف يطلع يتفتح في اللجنه ما يفتحش ويتوزع في جوه الكنترول جوه المدرسه، يبقى على طول من الامتحان على الفصل اللي فيه لجنه. هو الكنترول بعد كده هو بيطبع هيظرف ويصدق على هذا الاساس اللي هو النظام النظام الحاسب او جوه اللجنه الفرعيه، يعني زي ما الناس، انا بقول فصل عشان بس الناس، انما هو اللجنه الايه؟ الفرعيه. ومعانا شؤون قانونيه ومعانا التوجيه المالي والاداري، مفيش حاجه هتمر بالسهل ابدا. ايا كان المخطئ سياخد هياخد جزاء. شكرا جزيلا.